أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر لقاء جديد من ظلال الأصيل في كل ربوع بلادي. لكم منا كل التحايا والتقدير. موضوعات مختلفة ومتنوعة خلال حلقة اليوم لنتابع فيها عدد من المواضيع وعدد من الضيوف في موضوعات ثرة ومتنوعة. إذا قبل أن نبدأ، البيا باقي كلمات وألحان عبد الشيخ وأداء أسامة الشيخ. I'm